قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تأكيد على أن المستكبرين المترفين هم أول من ينكر الحق. الترف أيها الإخوة والاغترار بالأموال والأولاد هو الذي يدفع المستكبرين المتسلطين ليكونوا أول المكذبين للحق، لأنهم يظنون كما أشرت إلى ذلك سابقا، لأنهم يظنون أن توجه الناس في المجتمع إلى ربهم يضيع عليهم فرص الاستغلال، فرص استغلال الأموال والشهوات ومصالحهم من الناس. ولذلك أيها الإخوة، رأينا عندما ينقلب الفجار والكفار على المؤمنين يحاولون بكل ما أوتوا من قوة أن يتسلطوا على المؤمنين وأن يقتلوا منهم وأن يرهبوهم وأن يخضعوهم لإرادتهم حتى لا يخرج الناس عن سلطانهم، فيبقوا على استغلالهم الذي كانوا عليه يوم تسلطوا على الناس مع فرعونهم. يقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من في قرية من رسول إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل: إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، أي لا تقربكم أدنى تقريب، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وما أرسلنا في قرية من نذير. القرية هم كل مجمع سكني أو كل مدينة عظيمة. ما أرسلنا في كل قرية من القرى السابقة وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل رسول يرسله الله من النذير، أي الرسول الذي ينذر الناس بأنهم إذا عبدوا غير الله وأطاعوا غير الله وتركوا الله تبارك وتعالى، يعني أشركوا بالله، ينذرهم بالعقاب الشديد. ولذلك سمي كل رسول نذيرا. إلا قال مترفوها، قال الذين هم علية القوم أو المنغمسون في اللزائز والشهوات، أصحاب الأموال الكثيرة من أهل هذه القرية، قالوا: إنا بالذي جئتم به كافرون. يعني هذا أنتم كذابين، ينكرون الحق. والإنكار للحق ذكرت في حلقة سابقة قد يكون قوليا، قولوا للدعاة: أنتم كذابين، أنتم رجعية، أنتم كذا، أو عمليا يدعون الناس إلى عدم طاعتهم: هذا الرسول كذاب، هذا الرسول كذا، لا تطيعوه، اتبعونا نهديكم سبيل الرشاد كما قال فرعون: وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهكذا يقول الانقلابيون من العساكر الذين يحكمون بالمسطار العسكري في كل عصر، فيضللون الناس ويدعونهم إلى الإنكار الحق والبعد عن الحق. ومع كفرهم هذا هم يعتزون بأموالهم وبأولادهم وب ترفهم، فيظنون أن هذا عطاء من الله لهم لأنهم محبوبين عند الله. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. نحن عندنا أموال كثيرة
وأولادنا شباب وعندنا قوة وبأس ونخوف الناس. لولا أن الله يحبنا ما أعطانا الأموال والأولاد. ولا يدري هؤلاء أن عطاء ربك في الدنيا ليس يعطي الذي يحب ويمنع الذي لا يحب، لا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله، ومع ذلك كان يعني يجوع يوما ويشبع يوما، أحيانا يجوع يومين ويشبع يومين. فلو أنه الحب في العطاء لعطاه الله سبحانه وتعالى المال الكثير، ولكن حب الله للعبد أن يوفقه للخير والعمل الصالح فيعيش سعيدا بالإيمان. إيمانه هذا أنه لا طاعة ولا عبودية إلا لله. هذا الإيمان يجعله سعيدا في الدنيا ويكون عزيزا متنعما في جنة عرضها السماوات والأرض في الآخرة. هذا حب الله. أما عطاء المال، الله يعطي المال للمؤمنين والكفار. قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. وقال الله تعالى أيضا: أيحسبون أن ما نمدهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، نعطيهم خيرات كثيرة في الدنيا، بل لا يشعرون. يعني هذا استدراج يعطيه الله، فإن أحس بفضل الله ورجع إلى الله نجح في الاختبار، أما إذا زاد في طغيانه والعياذ بالله تعالى ازداد عذابه في الآخرة وزاد سقوطه وبعده عن الجنة وانغماسه في النار. وقال أيضا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. بركضوا بالمال وبيشتغلوا وبتعبوا وكذا، وبحر أو أعصابه في جمع المال، والولاد بده أولاد وبده كذا، وصار عنده أولاد كثير وافتخر بهم، بعدين بعد ما احترق قلبه وعاش كل حياته بيجي ملك الموت بياخذ روحه، ماذا استفاد من المال ومن الأولاد؟ وتزهق أنفسهم، أي تخرج أرواحهم وهم كافرون، يدخلون جهنم. فهل أفادتهم الأموال والأولاد شيئا؟ نسي الناس أو بعض الناس الكافرون على وجه الخصوص أن الأموال التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للمسلم والكافر يبتليهم بها. الذي خلقه الله في الدنيا من مال إنما هو للابتلاء والاختبار. يبتلى العبد بالفقر فيكفر ويخرج عن الحق، سقط في الامتحان. بقى إنسان آخر يبتلى بالفقر فيصبر ويلجأ إلى الطريق المشروع الذي رسمه الله. ليست الأديان السماوية تقول له ابقى فقيرا معلش ارضى، يرضى بقضاء الله ولكن يعمل لتحسين وضعه بالطريقة التي رسمها الله، فلا يغش ولا يسرق ولا يخدع. سألني بعض الناس في يوم من الأيام، قال: موظفين أمورهم صعبة، مضطرين يرتشوا، يجوز لهم أن يرتشوا؟ قلت: لا، بالرشوة يضيعوا الحق. قال: ماذا يفعلون؟ قلت: يشحدوا. يقول: والله أنا موظف، شحدني الدولة ما عاد تشبعني، دولة الظلم، لأنه ما في عند الشبع موظفينا. أي موظف بدأ تشبعه دولة الظلم؟ موظف الأمن في المخابرات اللي بتجسس على الناس اللي كذا، أو لا تغدق عليهم الأموال الكثيرة ويأخذون أيضا من الناس أموال كثيرة. أما الموظف العادي قد لا تكفيه، فليقل بصراحة إن هؤلاء الدولة تضيع أموال الناس على جماعتها ولا تعطينا حقنا. يسأل الناس، يشحد ولا يرتشي. أما الرشوة فلا، فيبتلي الله الإنسان المؤمن أو الإنسان أي إنسان بالفقر أيصبر ويبتغي الطريق السوي، أم يكفر ويترك الطريق السوي ويرتشي أو يسرق. يبتلي الله تبارك وتعالى الإنسان بالمال الكثير. بعض الناس: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كتر عنده المال صار بده يسعى في هذا المال للمحرمات وأنكر الله ورسوله. إيه نصلي الجنب دبر الله، الله بدنا نتمتع. يتمتع بماذا؟ بنهش أعراض الناس والسيطرة على أموالهم بالاحتكار وبأساليب الملتوية يبغونها عوجا كما قال الله تبارك وتعالى. هذا ضاع. وهناك أشخاص يبتليهم الله بالمال
والله حكيم. كلما زاده الله مالا زاد لله خضوعا وزاد تصدقا من ماله، ويعتقد أن مال الله. كان لنا أخ صديق رحمة الله عليه توفى نجار، كان قل لي يا أخي خلينا نحن نساهم كمان، ونساهموا معلشي، بس أنا هالقضية هي أنا بدي أشيلها كلها بالمال، هذا الجامع أنا المنبر أنا بدي أسويه على حسابي، هذا كذا بدي أعمله. يا حجي أنت تبرعت كثير، قول بالمال الله لله، إيش أنا بدفع من مالي؟ منه العطاني، منه العطاني الهمة والصحة وأنجر وأشتغل وكذا؟ الله بالمال الله لله. هذا كل ما أعطاه الله مالا كلما صار أفضل وأحسن وأقرب إلى الله، فأفلح في الاختبار. إذن أعطي مال فأفلح، آخر أعطي مال ففسد، واحد قلل عنه المال فسد، واحد قلل الله عنه المال انصلح أكثر وصار يا رب يا رب ويسلك الطريق الحلال. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وما أولى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، كتر الرزق لمن يشاء ويقلل الرزق عما يشاء ابتلاء واختبارا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ما تغتروا، واحد يقول الله أعطاني بيعرفني إيش بالشيء، لذلك أعطاني مال كثير، أعطاني أولاد ما شاء الله كلهم شباب أقوياء، لا لا يا أخي لا تغتر. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، يعني أي تقريب ما بتقربكم منه، لا ليس المال ولا الولد، إلا من الذي يتقرب منا القرب الحقيقي من الله، يعني إلا من آمن وعمل صالحا. آمن بالله، ما معنى آمن بالله؟ آمن بالله موجود؟ لا، كل الكائنات تؤمن بأن الله موجود وهو الخالق، وما معقول أنا أوجد دون أحد يخلقني، لا أبوي أوجدني ولا أمي، الله اللي خلقني، فكل الناس يؤمنون بالله. إلا من آمن أن الله هو المعبود بحق فلا طاعة لسواه، يعني تحرر عن العبودية لغيره، وعمل صالحا، أثبت الإيمان موجود في قلبه، أظهره، وجد دليله. ما هو دليله؟ العمل الصالح، امتثل أمر الله وأطاع الله فيما أمره به، فأولئك لهم جزاء الضعف، الله الضاعف لهم الجزاء. الحسنة يجعلها 10 حسنات، كل ما عمل خير يعطيه الله عليه 10، إلى 700 ضعف، إلى ضعف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فأولئك لهم جزاء الضعف، أي جزاء المضاعف في الآخرة، وهم في الغرفات آمنون. الغرفات جمع غرفة، والغرفة البيت العالي المرتفع في الجنة. أولئك في الغرفات، أي في البيوت والقصور العالية بالجنة، يجزيهم الله هذا الجزاء في أعالي الجنات التي منها أو قريبة من عرش الرحمن، يظلهم الله بعرشه، أو يكونون بالقرب من النبيين والصالحين. هؤلاء الذين يطيعون الله سبحانه وتعالى، وبعد الإيمان به أي يعملون العمل الصالح الذي أمر به الله سبحانه وتعالى ابتغاء وجه الله لا لمصلحة أخرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء المؤمنين الصادقين الصالحين الذين يؤمنون بالله ربا ويتحررون عن العبودية لغيره ويعملون الصالحات، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.